بينما حضرتك بتقول كنت عندك شغل تخصص وتعمل العملية بجد بجد على كف كده، بجد يعني على كف العين المولود، محاضرة بعمل كف تحس الكف يعني كف الإيد كف الإيد ده هو كف الإيد بتاع العين المولود، الإيد يعني المولد البت في الشارع لقتها مطبقة كده، بتفتحي واخدة سلسلة بتفتحها كده هو لقت شريط الحبوب فيك. يا ولد شوف النسوان اللي في حمام تاخد الحبوب يا اللي الحبوب نازلة في عند البنت، مش كله بقى من ما ربنا كان البنت اللي خدت الحبوب حطتها في كتير ربيت عليه عشان بيورينا اللي ما نغضبوش في حاجة، اللي بتحب تاخد حبوب عشان تمنع الحال. كيف بقى؟ ودلوقتي اللي عايزة تعمل ألف عملية مش شايلة الهم، دور ربنا واللي بيخليها لربنا كده بيكسب، يا ما تلقى ربنا بالعملية هو ولا لله بالحلول، والرسول كده سيب الأمر لله، كله اللي يعمله ربنا نرتضيه، اللي يعمله ربنا نقول راضيين به يا رب، الحمد لله والشكر لله يا رب. شوف الكف بقى إيدي مكتوب أما ولدت ست صابيح قال انا ما كنت قطعه في الساتي وامل بقى روحه وقال مات وراه، يا ولد انا بتنفس الصواب قلت ولا بست صواب خمس الأول ستة الأول، يا ولد ولا بست صواب الحز على الطلب الساتي دي انا كف قطعه، الإيد تصف كف الإيد راح الواد ميت بعد ما قطعوا الساتي مات، حملت ولدت على طول أربعة ولدت ايه ولد ما ولدت ولا برضه بأربع طلاق يعني الخامس لا، سبحان الله قال لهم انا زويت ومكتوب على كف الولد كده مفتوح كده مكتوب على كف انا زويت كنت نقصت انا نقصت اهو زودته بس هتقدر تزود الصبيح هتقدر يخلقوه صبيح هتقدر يخلق ظافر حتى ظافر ومات على طول ظافر من ظوافرنا دي محدش يقدر يخدم ومات في الحال وما قالوا يا دوب اللي على ايد التاني وراح ما يتروح ولا نفقت ولا بنت بس سعيد عشان بيفترهم على ربنا اختاروا ده نقول الحمد لله التاني اللي معاه يقول الحمد لله اللي معاش يقول الحمد لله واللي ما معاش يقول الحمد لله ربنا يديه ودي يحمد ربنا ولا يحمد ربنا اللي عنده كله وربنا يزود اللي عنده ويدي المحروم الزمنية الطيبة الصالحة شكرا على المحاضرة الجميلة الرسالة إن شاء الله أختم القرآن الكريم 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 أختم القرآ